أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية جاهزية قطار المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام، والتي ستنطلق خدماته ابتداء من اليوم السابع من ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق، لينقل ضيوف الرحمن عبر مساراته المتعددة في المشاعر المقدسة بين كل من عرفات ومزدلفة ومنى. هذا وقد تم إخضاع عمليات التشغيل لخدمات القطار لآلية التجريب والاختبار لأكثر من 24 فرضية تشغيلية وفق المعايير الفنية الرفيعة. يعتبر قطار المشاعر من أحد أطول قطارات المترو في العالم، بطول يبلغ 280 متر. القطار يعمل في وقت الحج فقط ولخدمة ضيوف الرحمن. سعة هذا القطار 3000 راكب في الرحلة وبطاقة استيعابية 72000 راكب في الساعة، يقطع مسافة بين منى وعرفات إلى 10 دقائق. قطار كهربائي ترددي يعمل في الاتجاهات، وسرعة القطار تبلغ 80 كيلومتر في الساعة. بدأ تنفيذ المشروع في 2008 من خلال الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية السعودية المحدودة، ويتكون المشروع من 16 قطارا. يضم القطار 12 عربة تستوعب كل عربة منها 300 راكب، ويضم القطار عربتين للقيادة الأمامية وخلفية. بالنسبة للجاهزية ولله الحمد تم تجهيز 9 محطات بمعدل 3 محطات في كل مشعر، تم تجهيزها بالكامل لاستقبال الحجاج بالكامل الطاقة الاستيعابية. قطار المشاعر المقدسة قطار مميز على كافة الجوانب، فمثلا لو أخذنا على جانب القطارات، فزي ما بتشوف القطار مصمم كمترو ب 12 عربة بطاقة استيعابية تسع ل 3000 راكب، وبطول 277 متر، فنحن نتكلم على قطار فريد من نوعه. يبلغ طول المسار نحو 18 كيلو مترا، ويرتفع بنحو 8 إلى 10 أمتار عن سطح الأرض، ويصل إلى 45 مترا عند منشأة الجمرات. يحتوي المشروع على 9 محطات بطول 300 متر لكل محطة، 3 محطات في مشعر عرفات و3 في مشعر مزدلفة، ثم محطة في بداية مشعر منى، وأخرى وسط المحطة، والمحطة الأخيرة عند جسر الجمرات. طيب، بالنسبة لإدارة الحشود، هو فريق موسمي كامل، ولله الحمد تم تجهيزه حوالي، نحن نتكلم على 7500 موظف حشود موزعين على 9 محطات، من بداية من دخول الحاج لأسوار المحطة ومنطقة الانتظار السفلية إلى المنحدرات أيضا ورصيف المحطة. تتولى الخطوط الحديدية السعودية سار إدارة وتشغيل وصيانة قطار المشاعر بقرار من مجلس الوزراء. يسهم قطار المشاعر في تخفيف الازدحام المروري وسهولة التنقل بين المشاعر، وهو ما يسهل تنقلات الحجاج لأداء مناسكهم، كما يسهم في سلامة البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية.